على مجلسات الخبيث. فعلا لقد هزمت المرض الخبيث يا عادل. هذا هو عادل أوتنيل، دكتور في الأدب العربي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجد صعوبة في النطق والمشي، هزم السرطان وتغلب على كل مثبطات الحياة. رغم ظروفه الاجتماعية وهو الذي عاش ليتم صغيرا، درس وكد واجتهد ونال الدكتوراه في موضوع صور الاغتراف في شعر الصعاليك، وأبدع مجموعتين قصصيتين وروايات اللصيصون في قصر المتعة. عادل أو الصعلوك كما نسميه يحب الحياة، وهو أقوى من المرض، وسلاحه عزيمة قوية وإرادة فولادية ونفسية محصنة من أي تأثير، حتى لو كان مرضا يهابه الجميع ويقتل في المصابين قوة التحمل والمقاومة. أتذكر يوم أخبر عادل خطأ بنهايته الوشيكة وكيف تأثر نفسيا، وأتذكر الحوار الذي دار بيننا وكيف استعاد عافيته النفسية، بل قواها ومتنها وثبت عزيمته على مقاومة مرض خبيث اعتاد أن يهزم مرضاه. من هنا كانت انطلاقة العلاج الطبي بمستشفى فاس الجامعي، والشكر موصول لكل من ساهم في تيسير حصص العلاج، رفاق عادل والطاقم الطبي والإداري، جميعهم كانوا سندا بجانب رجل لا يهاب الموت ولا الإعاقة ولا الحرمان، وهو الصامد والمناضل قلت وهو الصامد والمناضل دفاعا عن النفس والقضية. لم يكن علاج عادل أوتنيل طبيا فقط، بل ساهمت فيه الظروف والأجواء التي راقب فقط استفادته من حصص العلاج الكيميائي بالمستشفى الجامعي، كما أن قوة نفسه التي لم تهتز لمرض ينخر الأجسام ويفقدها المناعة الكافية لمقاومته كان لها دور كبير في ذلك. لم يكن عادل كمثل المرضى المصابين بالسرطان. طيلة مدة العلاج لم ينهزم أو يحس بنهاية وشيكة كما يعتقد كل المصابين بهذا المرض الخبيث. كان دائم البسمة والمرح، لا يتوانى في الغناء والرقص والركض رغم أن جسده لا يسمح بسلاسة الجري. هو هذا عادل. وهذا عادل دائم الفرح. وأتذكر يوم نزعت عصاه التي يتكئ عليها ويحلم أن تحوله فتوة زمانه. أتذكر كيف عدونا جميعا في أجمل شوارع فاس، لم يحس بالتعب ولا أدناه إلحاح مني ومن رفيقنا محمد غلوط الذي يشهد له بحسن مرافقته طيلة علاجه الطبي والنفسي. أنا أحب هذا الكون، الكون كله يحبني. ما أفصح لغتك يا عادل، وكما قلت فكل الكون يحبك لأنك إنسان محبوب تحب الخير للناس. عادل لا يكره ولا يحمل في قلبه حقدا ولا كراهية، يعامل الناس بلطف وحسن، لا يحتقر ولا يتعالى أو يتظاهر. لن تجده أبدا متكبرا، دوما متواضع رغم الشهادة ورغم كده واجتهاده. هكذا رأيتك وعايشتك يا عادل إنسانا مهذبا منذ تعرفت عليك عن قرب أثناء مناقشتك رسالة الدكتوراه. من أجل هذا الحق خضت نضالات وإضرابات، وانتزعت حقك في مناقشة الدكتوراه، فكانت بحق، وطروحتك رائعة جدا بمحتواته وبأسلوبك القوي الذي اكتشفته أيضا في روايتك ومجموعتك القصصية الأخيرة.
هذا هو عادل الدكتور الإنسان والمثقف المثابر الذي لا يفارقه الكتاب في زمن لم يعد الكتاب رفيقا حتى لأشباه المثقفين. لذلك فكل الكون يحبك يا عادل، لأنك تحب الكون والحياة وتعيش من أجل القضية وتناضل لأجل الحق لا للتباهي. عادل محبوب لأن روحه مرحة ولأنه يحب كل الناس أيانا كانت انتماءاتهم أو أجناسهم، لذلك تستحق أن يحبك كل الكون. أنت النسيم العذب يا عادل، أتذكر هذه الكلمتان اللتين كتبتهما في إهدائك لمجموعتك القصصية الأخيرة هديل الحجر؟ فأنت الحجر في قوته وصموده وصبره وعدم تأثره.